الاستفادة من هذه الثمرة هي تكون لما نستهلكها بقشورها وبكل شيء، لأن إذا استهلكناها على شكل عصير لا نستفيد من ألياف خشبية، وألياف خشبية في الليمون هي الألياف الخشبية تغذي البكتيريا الصديقة بروبيوتيك. هي فيها هذه الألياف الخشبية، احنا كنصنفوها بالألياف الدائبة والألياف الغير الدائبة، أو الألياف المتخمرة والألياف الغير المتخمرة. والألياف الموجودة في الليمون هذيك ملي كيعصروا الليمون وكيلوحوا هذوك سميتو فيهم البيكتات، وهذا البيكتيك الحمض البيكتيك أو البيكتات هو كيغذي البكتيريا الصديقة البروبيوتيك الموجودة في القولون. ملي كتنشط البكتيريا الصديقة لا يمكن يكون هناك يعني خلل على مستوى القولون ولا خلل يعني حتى فيزيولوجي. لماذا؟ لأن هذه البكتيريا هي التي تنشط هذه الخلايا، ويكون الامتصاص يكون أحسن، مثلا امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور يكون أحسن. ثم ما يكونوش اضطرابات غازية، الناس اللي عندهم غازات يعني ما يكونش إمساك حاد على مستوى القولون، وما يكونش امتصاص الجذور الحرة على الخصوص، لأن إذا كان مشكل الجذور الحرة ماذا تفعل هذه الجذور الحرة؟ يعني كترنا على الحديد ليش؟ لأن عندها أهمية خطيرة جدا. الجذور الحرة تضرب حمض الـ DNA الحمض النووي في الخلايا الداخل وتتقلبها خلايا سرطانية، هذا هو الخطر ديالها. ولذلك احنا كنتكلموا على هذه الجذور الحرة علاش؟ لأن هي سبب هذه المصائب هذه. وهناك أشياء اللي كنسموها احنا في الأنجب الأنجليزية سكافانجين، كاع المواد اللي كتشد هذيك الجذور الحرة ما تخليهاش تضرب الخلايا، هما اللي كنشجعوه هنا، منهم المضادات للأكسدة، هاد الفلافونويدات والبوليفينولات وما إلى ذلك، منهم الفيتامين سي. سيدتي، المرأة لما تكون عليها عندها الدورة الشهرية، أولا يجب أن يكون نظامها نظام نباتي ويكون أحسن، وما تكثرش من الأكل. بالعكس، ملي كيكون عندها الدورة الشهرية النساء كيبقاو ما يخصهمش ياكلوا بكثرة، خصهمش كثره، ما خصش الدم ديالها يكون جاري بكثره، والا غادي يكون عندها يعني نزيف دموي، ضياع ديال الدم. يا سيدتي، المراه ملي كتعمل تحليله بيومين بعد الدوره الشهريه عندها انيميا، عندها فقر دم، لان هي الدم ديالها ضايع وما كالتش في هذيك المده. حتى النساء اللي باغيين يعملوا تحليله باش ما يتخلعوش، لان الطبيب الا دات لي التحليله عندها نقص يعني الكريات الحمراء والهيماتوكريت والهيموغلوبين، طبعا غادي يقول لها عندك انيميا، ولذا ما خصهاش تعمل تحليله الا 6 و8 ايام بعد الدوره الشهريه. ومن اللي تكمل الدوره الشهريه ديالها خاصها تاكل دجاج بلدي، لانه غني بالحديد وغني بالبروتينات سهله الامتصاص، باش تغيا ترجع هذيك الاشياء نعم اللي ضاعت. والفيتامين سي، العصير الليمون هو عصير حامض وفيه فيتامين سي وفيه املاح كذلك، هو من الاشياء اللي كتجري الدم اللي كنا كنهضروا عليها، ماده الليمونين. اذا ننصح بعدم شربها بعد الدوره، من الاحسن. ولكن على ما كثروش علينا يعني شربوا كوب، ما نظنش ان كوب غادي يضر المراه اللي عندها الدوره الشهريه، لا اظن غير ما يكثروش، ما يكونش افراط في الاستهلاك. هذا من جهه اخرى، ان شرب كاس من العصير، انا اقول تناول برتقالتين كبيرتين، وحنا في المغرب لماذا لا تكون 6 برتقالات الا كانوا الناس قدروا يشربوا؟ انت قلت هل تقي من السكتة؟ نعم، ياكل كيلو ديال الليمون ولا زوج، بالعكس ما هو جيد تقي. انا قلت بان هذا البرتقال هو ينشط الخلايا الدماغيه، لانه فيه فلافونويدات والفيتامين سي وحمض السيتريك. حمض السيتريك طبعا هذا للمراره وللكليه، غادي نعاود نتكلم عليه شوي. ثم هذه الالياف الخشبيه هي كتخلي البكتيريا القولون تنشط، بمعنى ان المغنيسيوم والفوسفور غادي يكون امتصاصه والكالسيوم، ولذلك ما غاداش تكون سكته ديما، لا يمكن ان يكون هناك شيء على مستوى الجهاز العصبي، هذا اكيد. وكنلاحظوا على ان المناطق اللي فيها الليمون هي مناطق فيها اطفال اذكياء، يعني كلاحظ منطقة بني ملال مثلا، كاين منطقة ديال الملوية، منطقة الغرب، كاين منطقة، هذه مناطق اللي فيها الليمون، والناس اللي كيستهلكوا الليمون بكثرة مناطق ذكية. علاش؟ لأن هذيك الفيتامين سي كينشط الخلايا ديال الدماغ، كيخلي الناس ما كيتعب كيعيش، يقيد العياء الدماغي. ثم كاين امتصاص ديال المغنيسيوم والفوسفور، وهو نيت الليمون فيه حديد ومغنيسيوم وفوسفور، فيه املاح معدنيه، فيه مونغانيز كذلك، فيه املاح معدنيه من غير الفيتامينات اللي كاينه، فيتامين سي، وفيه فيتامين شويه ديال الاو ديال بي، الاو ديال او على الخصوص، لان فيه شويه ديال الكاروتين كذلك، لان هذا اللون الاصفر فيه الليمونين وكذلك الكاروتين، وهذا الكاروتين مجموعه في القشره، كيلاحظوا الناس على ان القشره صفراء، فيه شويه الكاروتين، وهذا الكاروتين كذلك للبصر، هو جيد لان بروفيتامين، هذه اللي
اللي كاينه. حمض السيتريك العلي اللي موجود في الليمون هو موجود بتركيز عالي، كاين في الحامض اللي كنسميوه حنا الحامض الليم، كاين في الحامض اكثر، وكاين في البومبلوموس، وكاين عاد الليمون يعني كاين في الحامض اكثر منهم كاملين، ومن بعد تابعوا البومبلوموس او هذا البرتقال الهندي كنسموه حنا البوم جرانيت، ثم كاين في الجريب فروت، هذا الجريب فروت كاينين في المغرب دابا موجودين يعني، وكاين في البرتقال اكثر حمض سيتريك، كاين تركيز كبير، تركيز كثير جدا، وهذا حمض سيتريك هو اللي كيذوب هذيك الحصه ديال المراره وما كيخليش الحصه ديال الكليه كذلك يعني، هو كيغسل هذا الاعضاء. الحمض السيتريك من الاحماض العضويه الجيده، يضاف الى حمض الاسيتيك الموجود في الخل، الموجود حمض الماليك الموجود كذلك في بعض في بعض الفواكه. يعني المزايا ديال الليمون البرتقال يجمع ما بين الحمضيات العضويه بالنسبه للجهاز الهضمي، بالنسبه للالياف الخشبيه فيه البيكتات، حمض البيكتيك هو اللي كيزود بكتيريا ديال القولون، كيخليش يعني واحد الخلل على مستوى القولون. في الفيتامين سي والليمونين مضادات للأكسدة، كذلك شوية بيتا كاروتين، وفي زيوت طيارة، في كذلك زيوت طيارة فيها بعض التيربينات وفيها بعض الأشياء أخرى اللي كتدخل يعني، كيلاحظوا الناس هذيك القشرة ديالهم اللي كيعصرها كيخرج منها واحد المادة طيارة ليسونس. نعم. وهذيك المواد الطيارة الآن هي اللي يخدموا عليها أبحاث دارت عليها، وتهي فيها واقية من السرطان وهي كابحة للجراثيم، بمعنى أن ملي كتكون هذيك القشرة ديال الليمون يعني كتحمل هذيك الزيوت الطيارة، هذيك الزيوت مطهرة ديزانفيكتور، وإذا كان ملي كناكلوها هذيك الزيوت الطيارة كتسرح هذيك يعني الحنجرة، كتسرح الحنجرة مزيان وكتطهر هذيك الصدر من هذيك البكتيريا التعفنية. نعود للسؤال الأخير للسيدة فاطمة الدار البيضاء، بالنسبة لماذا ينصح بشرب عصير البرتقال في الصباح؟ عصير جميع العصائر تشرب في الصباح يكون أحسن. نعم. لماذا؟ لأن كي تشربوه تكون معدة فارغة أحسن، لأن أولا هذه الحمضيات العضوية هي غادا تخلي هذيك تترطب المرارة، كتخلي هذوك الحصوات يبداو ينقصوا يذوبوا، ثم العصير مع الصباح هو كاين امتصاص الأملاح المعدنية كيكون مع الصباح يكون أحسن، وكي كيتنشط هذيك هذا العصير. بالعكس انا كنقول اذا كانوا الفواكه يكون احسن، علاش؟ لان كتمشي هي الاولى كتوصل للامعاء، هي اللي كتزود هذيك البكتيريا ديال 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 الامعاء. هذا من جهه، من جهه اخرى ان الجسم محتاج السكريات سهله، الميتابوليزم كيعطي طاقه بسرعه، ومكون الفيتامين سي هو منشط للجسم وكذلك مسخن، كيسخن الجسم، كينفع اكثر ملي كيتشرب الصباح، كيكون امتصاص ديال 100%. والناس اللي عندهم فصيل دموي او ما كيحتاجوش للهضمات، ما محتاجينش للهضمات، ولكن الاشخاص اللي عندهم فصيل دموي ا على الخصوص، لان من نباتيين عندهم المعده ديال المعينه، اللي عندهم فصيل دموي ا لازم ياخذوا كاس ديال العصير من بعد شيء الوجبات الدسمه، الوجبات الثقيله خصهم ياخذوا كاس كبير ديال عصير الحامض، الليم هذا الحامض، عصير الحامض، ولا ياكلوا الطرف هذا الحامض في الوجبه ديالهم. علاش؟ لان كيزيدهم شويه في حموضه المعده كتكون ناقصه، وكيساعدهم على الهضم وكذلك على الامتصاص.